النهاردة المباراة كان فيها بعض الحالات التحكيمية بين قوسين بنقولها دايما مثيرة للجدل، يعني فيها اختلافات. في ناس تقول لك جول لمسة يد، في ناس تقول لك أصل كان في أوفسايد، يعني دايما في مباريات كده يحصل فيها إثارة للجدل في التحكيم في اختلاف الآراء. طيب أنا رأيي إيه في الحالات اللي حصلت النهاردة، الحالات المثيرة للجدل في مباراة اليوم؟ أنا ماليش رأي كالعادة في هذا الأمر، أنا لا أتحدث عن الحالات التحكيمية في وجود الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي الكبير. يا كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ كله زي الفل الحمد لله. قول لي رأيك إيه في الأداء التحكيمي في مباراة اليوم، مباراة الأهلي والإسماعيلي؟ إحنا بنجيب الحالات على طول ونتكلم، أنا يلا. بتكلم على الحالات. يلا بينا. يلا. يلا نجيب أول حالة يا جماعة، ركلة جزاء شك فيه ركلة جزاء ليه الإسماعيلي الدقيقة 21. تمام، رامي ربيعه دخل الكره لما طولت من لاعب الاسماعيلي، بقت الكره بين رامي وبين لاعب الاسماعيلي، وبالتالي الاحتكاك اللي حصل ده يا كريم احتكاك فير تشالنج، مفيش اي مخالفه من رامي، لا في دفع ولا في مسك ولا في عرقله، ورجل رامي كانت سابقه كمان رجل اللاعب الاسماعيلي، وبالتالي استمر اللعب. كان قرار صحيح من الحكم ومراجعه صحيحه من الحكم الفار، واللعبه مش بركه الجزاء. حلو، كابتن احمد غندور يكسب اول حاله. نشوف اللي بعدها على طول، ادي الحاله بس بنوضحها اللي بعدها. ده الجول بتاع الاهلي يا كابتن جاد. جول بتاع الاهلي، بس نوضح بس لمشاهدينا ان اللعيب اللي بره الخط ده في القانون يعتبر على خط المرمى. وبالتالي هو لما وقف بره الخط متخيل ان هو كده مش مغطي. هو اللعيب نفسه لما خرج بره الخط كده متصور مش مغطي. لا، هو انت وانت بره الخط وانت اللي خارج بارادتك، ده معناه ان انت واقف على خط المرمى، وبالتالي انت مغطي بيرسي تاو باثنين لعيبه لحاله المرمى واللعيب اللي هو المدافع الاسماعيلي، وبالتالي هدف الاهلي هدف صحيح ومفيش اي تسلل، ومراجعه صحيحه من حكم الفار. تصرف غريب جدا من لاعب الاسماعيلي سيرجي اكا بصراحه. هو لاعب محترف المفروض يبقى فاهم وحتى في القانون دي. وحتى لو مش محترف يعني المفروض لاعب يكون الحاجات دي. قصه الف ب تحكيم يعني. طبعا. طيب اللي بعدها دي الكره اتحسبت فاول على الاهلي وانذار مش طرد. اللاعب الاسماعيلي كان بيطالب بطرد. ليه بقى؟ هي عناصر فرصة، هي هو بيتكلم على عنصر عناصر فرصة محققة. احنا متفقين يا كريم لو نقلت العناصر فرصة محققة عنصر واحد من الأربعة هننزل من الكارت الأحمر للكارت الأصفر. العنصر اللي قال لي ايه في اللقطة دي؟ طبعا السيطرة موجودة، التوجه للمرمى موجود، المسافة موجودة. الحاجة الوحيدة اللي قلت عدد المدافعين، عدد المدافعين كان في مدافع تاني النادي الأهلي موجود مع نفس الخط، وبالتالي بيقلل الفرصة المحققة تنزل من الكارت الأحمر للكارت الأصفر، وقرار صحيح من الحكم في الملعب بكارت أصفر ومراجعة صحيحة من حكم الفار، وبالتالي كان انذار وركله حره صحيحه، والركله الحره دي مهمه عشان هي اللي جايه منها الهدف بعد كده، فبنتكلم انها ركله حره صحيحه عشان اللقطه اللي جايه بعد كده من الركله دي. يلا نشوف اللقطه اللي بعد كده، لقطه هدف الاسماعيلي الملغي. هي دي بقى لقطه المباراه يا كريم، احنا دي بنتكلم على لقطه المباراه اللي بنتكلم عليها كتير بقى، لان انت بتتكلم الحكم في الملعب احتسب هدف المساعد، مفيش تسلل، وفعلا مفيش تسلل. الحكم في الملعب احتسب هدف، مفيش لمسه يد، لعيبه الاهلي كان بيطالبوا بلمسه يد، مفيش لمسه يد. في لما اروح بقى الحكم الفي ار يجيبني، انت المفروض تبقى جهاز للحكم لقطه واثنين وثلاثه، وتبقى مجهز له، حتى لو هجهز لقطه تقطع الشك باليقين. اللقطه اللي انت جبتها له دي اسمها بنسميها في الفار بنسميها لقطه خادعه. الكره لما تتحط قدام الايد وتصورها من يمه الايد، اوتوماتيك هتبان لك في الصوره ان الكره لمسه في الايد. لكن انا باللقطه دي لازم الحكم يطلب، حتى لو الفار ما جابلكش اللقطه دي، انت بتلغي هدف قرار كبير. لازم تقول له هات لي لقطه ثانيه اشوفها اتاكد ان في لمسه يد. هو ما جابش الا لقطه واحده وخد بيها، اللقطه دي طبعا خادعه. في لقطه ثانيه التلفزيون، ان المره دي اللعبه دي بقى الاخراج التلفزيوني بريء منها. يعني عندك لقطه واضحه جدا، الايد اليمين ما جاتش فيها الكوره، الايد الشمال ما جاتش فيها الكوره، الهدف صحيح، الغاء طبعا غير صحيح، وقرار خطا بالغاء هدف الاسماعيلي صحيح. مفيش لمسه يد كانت في اللعب. طيب كابتن جهاد سؤالي ليك، انا عارف ان انا سالته لك قبل الهوا، بس هكرره عليك تاني عشان الساده المشاهدين يسمعوه. يعني هل من الضروري او هل في حاجه في اللائحه او بروتوكول الفار انه ضروري ان الكره تتعاد من اكتر من زاويه، ولا ممكن من زاويه واحده وخلاص؟ لا، هي زاويه واحده لو الامور واضحه. لكن انا بتكلم على لقطه، لما تيجي اللقطه دي لقطه خادعه، فانا كحكم انا هاخد القرار، لان انا مسؤول. انا اول ما وصلت للفار انا اللي بسوق، انا الحكم بقى اللي بقى دلوقتي الفار بقى عامل مساعد بالنسبه لي. هقول له لا، اللقطه دي ما توضحليش. لو عندي اللقطه دي بقى، يعني انا لو حكم فار وعندي اللقطه دي بس، استحاله استدعي فيها حكم، واستحاله اقول له تعالى شوف ان في لمسه يد. اللقطه دي ما تاكدليش ان في لمسه يد ولا تنفيها، يعني لا تاكد ولا تنفي. اقول لك حاجه بصراحه يا كابتن جهاد، انا بحس ان الحكم لو خد قرار في الملعب، يعني مثلا كابتن احمد غندور احتسب الهدف في الاول،
بحس ان الحكم مش احمد غندور بس، معظم الحكام لو الفار نده لهم فدخله الشك في قلبه فيقول لك ايه، لا يا عم ادام الفار شافها انها تسلل ولا لمسه يد ولا انا رايح دماغي وهتتحسب على الفار. يا كريم انت لما رحت للفار انت اللي بتسوق دلوقتي، انت بقيت انت اللي قائد اللقطه، انت اللي تقول خلاص الفار قال رايه. انت لازم انت تبقى عندك قناعه، وقناعه شفتها بعينك. اللقطه دي لا يمكن يبقى عندي قناعه بيها، اللقطه دي تحكيميه لا يمكن انا كحكم او حكم في ار اسال بقى حكم واقول له تعالى اتفرج عليها، ده اللقطه دي في لمسه يد. لازم اجيب لقطه ثانيه توضح تماما ان في لمسه يد. اللقطه اللي ورا الجون موضحه تماما ان ما فيش لمسه يد، الكره في الرجل ما جتش في اليد تماما، وبالتالي بتتكلم على هدف صحيح تم الغاءه النادي الاسماعيلي. كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير، عايز بس قبل ما اختم معاك شايف مين من الحكام المصريين دلوقتي على مستوى الحاله الفنيه الجيده، مين قادر على اداره مباراه الاهلي والزمالك القادمه؟ هو حاليا في ثلاثه مش غالبا مش هتخرج منهم المباراه. الافضل فنيا حاليا ومعنويا وبدنيا وكل حاجه الفتره دي بدون ترتيب، يعني مش شرط انا بقول ترتيب ان هو بالترتيب، لا بدون ترتيب، محمد معروف، امين عمر، محمد علي، الثلاثه ومحمود البنا برضه حط معاهم محمود البنا رابع. الاربعه اي حد فيهم قادر ان يقود المباراه تحكيميا. وبنتكلم برضه اهميه حكم الفي ار في المباراه زي اهميه الحكم، فمش هتخرج الفار من حد من الاثنين، يا محمود عاشور يا محمد عادل، لو ما خدش حكم في الساحه هيبقى موجود معانا في الفار. الاثنين دولت مش هتخرج منهم حكم الفي ار، لان الاثنين دولت الاتحاد الافريقي بيعتمد عليهم اعتماد كبير من مصر، واحنا لازم نعتمد عليهم في المباراه دي، وده توجه رئيس اللجنه دايما يروح للي بيتم الاعتماد عليه في المحافل الدوليه، فمش هيلاقي اكثر من الاربعه دولت بيتم الاعتماد عليهم في المحافل الدوليه. صحيح. كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات المهمه كالعاده.